قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. جديدة في درس جديد من دروس قنوات الفتح، فتح من الله ونصر من الله وبشرى للمؤمنين وذكرى للعابدين. درسنا الجديد كما ترى في الخلفية الأسوة الحسنة. المقطع الأول، عنوان درس الليلة: الحاجة إلى الأسوة الحسنة. الدرس الأول عنوانه الحاجة إلى الأسوة الحسنة. المقطع الأول بفضل الله تبارك وتعالى: ما مدى الحاجة إلى الأسوة الحسنة في حياتنا؟ ما مدى الحاجة إلى الأسوة الحسنة في حياتنا؟ أيها المسلمون، أيها المؤمنون، الأسوة الحسنة هي عمود هذه الحياة، ولولا هذا العمود لانكسرت الحياة كلها. الأسوة الحسنة في الأخلاق، ابحث عن معلم لن تجد أفضل من رسول الله. الأسوة الحسنة في التعامل مع الناس، لن تجد أفضل من سيدنا رسول الله. الأسوة الحسنة في التعامل مع غير المسلمين، لن تجد أفضل أبدا أبدا من سيدنا رسول الله، الذي زار شابا يهوديا كان يخدم معه، وانتهى اللقاء بإسلام الشاب اليهودي، فقال سيد الخلق وإمام أهل الحق: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ما هذا الجمال! وفي مجال الأسرة والتعامل مع النساء ومع الأبناء، لن تجد قدوة ولا أسوة أفضل من سيدنا رسول الله. كان في عمل أهله، كان في خدمة أهله، ما عرف عنه إلا التواضع الشديد. امتياز في كل الأخلاق. الحاجة إلى الأسوة الحسنة لأن الحياة بلا مربي حياة فاشلة. فلولا المربي ما عرفت ربي، ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفنا الله حق المعرفة. يقول حبيبكم وحبيبنا وحبيب الكل: أنا أعرفكم بالله. لولا الأسوة الحسنة ما ارتفعت الرايات، وما انتصر الجيوش، وما فتحت القارات،
وما سمع الناس في كل مكان في العالم الله أكبر الله أكبر. المقطع الثاني: كيف جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة كلها؟ القرآن الكريم جمع هذا المعنى الجميل، وما أجمل القرآن في قول الرحمن: لقد كان لكم على سبيل الحقيقة، جملة تحقيقية تقريرية، لقد كان، الآن وقبل وبعد وغدا وفي كل الأوقات، لقد كان لكم في رسول الله. لابد أن تنال حظا من في، خذ نسبة مئوية من في. ما نسبة صلتك بسيدنا؟ لقد كان لكم في، خذ من أدبه، خذ من أخلاقه، خذ من علمه، خذ من نوره، خذ من قدوته. لقد كان لكم في رسول الله. لن تستطيع أن تبلغ مقام رسول الله فخذ شيئا من أنوار رسول الله. الله أكبر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. المتعلقون بحب رسول الله ليس هم الكسالى ولا العجزة، وإنما المتعلقون بالأسوة بسيدنا صلى الله عليه وسلم هم أعلى الناس رتبة وهمة في هذه الحياة. وذكر الله كثيرا. المحبون العاشقون الولهون المتيمون بسيدنا لا تكف ألسنتهم عن ذكر الله، لأنهم في مرتبة قرب من سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. فجمع الله تعالى به كل الكمالات. اقرأ سورة الأنبياء. القرآن يتكلم عن الأنبياء من أول سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى سيدنا زكريا، ويختم بالكلام عن السيدة مريم، وفي آخر السورة بعد أن تكلم عن سيرة الأنبياء وأخذ نبذة من كل نبي ختم بسيد الكمالات، فقال في آخر سورة الأنبياء بعد أن طوف بكل الأنبياء فأتى بسيدهم وسيد الكل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر. للعالمين. خدعوك فقالوا إن النبي قدوات للمؤمنين للمسلمين. لا لا لا، النبي قدوات لكل العالم، بل إن شئت قلت حتى تكون صادقا لكل العوالم. فبأي آلاء ربكما، الإنس والجن، تكذبان؟ فخاطب الله الإنس والجن بسيدنا محمد، فجعله الله تعالى نعمة فوق النعم. اليوم أكملت لكم دينكم الإسلام، وأتممت عليكم نعمتي يا رسول الله، نعمتي أي رسول الله، فهو النعمة كلها. ورضيت لكم الإسلام دينا. المقطع الثالث:
كيف تحدث القرآن الكريم عن الأسوة الحسنة في سورة الأحزاب تحديدا؟ ولماذا سورة الأحزاب ذكر الله تعالى فيها كلمة الأسوة الحسنة في سورة الأحزاب؟ إذا أردت أن تعرف قدر رسول الله عند أمة رسول الله فلا بد أن تتعايش تتفاعل مع سورة الأحزاب. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، سيادة كاملة لسيدنا صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. هذه الآية رقم 40، إذا كنت مفرفشا معي، مصحصحا معي، مصليا على حضرة النبي معي، أقول هذه الآية رقم 40. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، سورة الأحزاب، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي أن تكليف الرسالة لسيدنا صلى الله عليه وسلم بدأ بسن 40. وانظر إلى سورة الأحزاب التي أظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة وثباتا لم يشهد العالم كله مثله. كيف ربى النبي الثبات داخل الصحابة والمدينة محاصرة ولا يقدرون أن يتنفسوا الصعداء من حصار آلاف 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 المشركين حولهم، ورغم هذا تأمل، زرع النبي الثقة في الصحابة، أستاذ الثقة. فقال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الأستاذ الكبير الذي علم، الذي فهم، الذي فطن، الذي ربى، الذي رقى، الذي نقى، الذي هزب، ولما رأى المؤمنون يعني الصحابة، لم يصفهم بكلمة الصحابة أبدا في القرآن كله المؤمنون، لأنهم حصلوا على أعلى درجات الإيمان في الكون بعد الأنبياء. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المدينة محاصرة والحياة صعبة شديدة كئيبة عليهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيهم الأمل. لا يقدرون أن يتحركوا، ورغم هذا يمسك النبي بالمعول وهو يكسر قطعة من الجبل ويقول هو محاصر والصحابة محاصرون والإسلام محاصر، ورغم هذا فإن نبي الأمل يبعث الأمل بدرس في الأمل، يمسك المعول يعني الفأس ويكسر في الجبل ويقول الله أكبر، كأني أرى قصور كسرى في فارس. يتعجب الناس، أي قصور كسرى وأنت محاصر يا رسول الله؟ الله أكبر، كأني أرى قصور قيصر في الروم في بلاد الشام.
الله أكبر كأني أرى قصور مصر، الله أكبر كأني أرى قصور اليمن. وما مرت إلا سنوات عديدة حتى تملكها المسلمون في عهد عمر. كم كنت صادقا يا رسول الله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في هذه الصورة، في صورة الأحزاب، تأتي كلمة الأسوة لتجمع لك كل المعاني التي تأتي على قلبك أو التي لا تأتي على قلبك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكل من أرادوا الحياة في رسول الله، الأسوة الحسنة لكل من أصابهم الفقر، رسول الله الأسوة الحسنة لكل من عذبوا وحبسوا ظلما واعتقلوا ظلما وحوصروا ظلما، رسول الله لكل من هجرهم الهاجرون واستضعفهم الظالمون، رسول الله. يجدون كل هؤلاء الناس، كل بقاع البشر، كل قطاع البشر، كل المعذبين في الأرض، كل فقراء العالم ينظرون إلى سيدهم وسيدنا وقد حوصر 3 سنوات. إنما انقطع التيار الكهربائي عنا نصيح يا ويلتاه يا حسرتاه، لكن حبيبكم عاش 3 سنوات في شمس محرقة، لا ظل ظليل ولا ماء وفير، شمس محرقة فوق سيدنا ومعه ابنته الرضيعة فاطمة الزهراء، كانت رضيعة، وكانوا يبصون الحجر ويأكلون أوراق الشجر القديم حتى تقرحت أشداقهم. 3 سنوات يا سادة الكرام، أيكم يطيق هذا؟ أيكم يتحمل هذا؟ أيكم يصبر على هذا؟ لا لقمة خبز، لا ماء، لا تمر. كانوا يمصون النوى، ليس هناك تمر، يمصون النوى، يمصون الحجر 3 سنوات. حق له أن يقول الله رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله، في رسول الله أسوة حسنة. وكل مسلم يأخذ قدرا على قدر إيمانه من أسوته بسيدنا صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكون النجاة. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أيكم يبقى في بيته 3 شهور لا يوقد في بيته نار وليس عنده في بيته إلا الماء، إلا الماء؟ من يطيق هذا إلا رسول الله؟ فلما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فجمع الله تعالى كل الكمالات وكل أبواب الرفعة وكل أبواب السيادة في سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام في منازل دنيوية لم يصل إليها إلا سيدنا، وفي منازل أخروية لن يرقاها إلا سيدنا. المقطع الأخير، كيف نتعايش مع قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟
أيها السادة الكرام، أيها المسلمون، أيها المحبون، أيها العاشقون لسيدنا رسول الله، تميز كل نبي في باب من أبواب الأخلاق. على كل نبي بصفة معينة جميلة، وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم، وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. أيها السادة الكرام، أما رسول الله فلم يتميز في خلق واحد، بل حاد السبق والعلو، فعلى بكل الأخلاق، لم تعد الأخلاق بالأخلاق، وإنما علت الأخلاق بسيدنا رسول الله. لم يقل له الملك وإنك لذو خلق عظيم، لم يقل له الملك وإنك لصاحب خلق عظيم، لا. أرجو أن تركز معي وأن تفرفش معي، وإنما قال وإنك لعالة، أي أن الأخلاق تعلو بسيدنا رسول الله. فكل من تشبه بسيدنا فهو كريم، فمن تشبه بالكرام فهو كريم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.